السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم في فيديو جديد على قناة ألعاب ديرميك. اليوم هنساعد معكم 5 أسرار لعبة ديرميك. أول شيء معنا السيناريو. لو أنت مش عاجبك الفريق اللي أنت تلعب بيه في السيناريو تعمل إيه؟ تضغط على السيناريو، هتدوس على لعب، سامح كل الـ3 محاولات، هتدوس على لعب، هتدخل ماتش. بعد ما تدخل ماتش هتخرج منه، هتلاقي حاجة اسمها التدرج من جديد. هتضغط على السيناريو، هتلاقي حاجة اسمها التدرج من جديد. هتضغط على التدرج من جديد، هتلاقيها اتغيرت معاك الإعلان، بس أنا عديته يعني. ده أول سر معانا. ندخل على السر التاني. السر التاني باجي لو أنا مش بعرف ألعب عرضية تعمل ايه؟ باجي بعرض عرضية الحارس يمسكها، الدفاع يطلعها، أعمل ايه؟ أضغط. انا باجي بعرض الحارس بيمسك الكورة، اعمل ايه؟ باجي بحارس ذكي، ادخل على الاعدادات. بعد الاعدادات عناصر التحكم، اشوف صناعة فرص العرضيات دي لازم تبقى تشغيل، دي هي بقى اللي فيها اللعبة، دي لازم تبقى تشغيل. دي لو تشغيل خلاص هطلع، هطلع منها. شوف بقى عرض كده، عرض الناحية دي، الاقي ايه عرض تعرض فيها الناحية كده، هو بيعرض كده. دي طريقة. ندخل بقى على الطريقة التالتة. الطريقة التالتة بقى هي حركة مش خدها، انت تضغط تخش باللعب وتلعب عرضية من البي وتضغط على الشاشة مرتين، تلعب عرضية من البي وتضغط على الشاشة مرتين قبل الكورة توصل للاعب. تدخل بالكورة تلعب عرضية من البي وتضغط على الشاشة مرتين. خش بقى على الطريقة الرابعة. الطريقة الرابعة ان لو لاعب عاوز تجيبه من انتقالات هو موجود وانت معكش فلوس مكفية زي الساقة كده، انا عبد اجيبه ولو لعبت ماتش هيختفي، اعمل ايه بقى في الحاجة دي؟ هدخل على دريم ليج لايف وانسحب من المباراة، واطلع هدوس على الاعلانات اخدها بقى، هلاقي اعلانات هعملها كذا مرة لحد ما اجيب اللعب. هو اللعب مش هيمشي كده، دي حركة يعني. كده نخش على الطريقة الخامسة. الطريقة الخامسة والأخيرة، أنت لو لعبت ماتش في المسيرة المهنية ومتأخر بهدفين أعمل إيه بقى في حاجة زي دي؟ أدخل. لو أنا متأخر بهدفين أنا هجيب يعني الهدفين قدامك عشان صح. مين دي؟ اعمل ايه بقى في طريقة زي دي؟ هطلع من المباراة كده، بس اهم حاجة يكون النت فاصل، النت فاصل ماشي. يعني لو جربت الطريقة بتاعة الطلوع والطلوع والدخول مش هتنفع. انا طلعت ودخلت بقى ومشي حاجة جاب لي الماتش تاني. هقفل النت وهنسحب من المباراة. هقول لي حسنا، هدوس حسنا بس يكون النت مقفول. هدوس هنا كده بقى، بس هدوس ونتعب. وإلى هنا كنا وصلنا لآخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.